مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى يتم تحذيرها وسط ظروف غير صحية. هذا ما عينته مصالح مديرية التجارة لبرج بوعريريج خلال خرجة رقابية مسة النشاطات التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين خلال الشهر الفضيل. محلات لبيع الحلويات التقليدية وتحضير الشاي وأخرى لبيع المواد الغذائية تشهد تجاوزات وغياب احترام المعايير التجارية. الهدف منها هو عنده عدة أهداف، منها أولا الوقوف على مدى التموين ووجود المواد الأساسية بالسوق، ثانيا محاربة المضاربة غير الشرعية اللي تتركز أساسا على الوجود وتخزين مواد أساسية وذلك بقصد المضاربة، ثالثا حماية المستهلك بصفة خاصة مع انتشار بعض المحلات اللي ممكن يكون فيها بعض المواد الغير صحية بدرجة أولى أو انتهت الصلاحية تاعها. فرق مراقبة الجودة والنوعية وقمع الغش رافقتها المصالح الأمنية المشتركة التي سجلت بدورها العديد من المخالفات المرتكبة من قبل التجار. تم تسطير خرجة ميدانية مست العديد من النشاطات التي تشهد إقبال كبير من طرف المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، منها محلات بيع الحلويات التقليدية، الشواء، قاعة الشاي، المواد الغذائية والمقاهي، أين تم تسجيل العديد من المخالفات في هذا المجال. تم هذا اليوم برمجة خرجة تفقدية رقابية من أجل مراقبة المواد الغذائية والسلع الواسعة الاستهلاك خلال الشهر المعظم، وهذا بمراقبة المحلات والفضاءات التجارية. الكثير من التجار استحسنوا هذه الخرجة الميدانية لأعوان الرقابة، كما تجاوبوا مع التوجيهات المقدمة من قبل أعوان التجارة المختصين. ورونا حوايج انا ما كنتش على بالي بهم، انا عندي 28 سنه في الحرفه هذه، زادوا لي حوايج انا ما نعرفهمش، شوف ما غير يكون بروسي ما غير يكون غلطه صححها تايا، هذه اي واحد يغلط اي واحد ما يفهمش وحمزج معلم. تكثيف الخرجات الميدانيه على الانشطه التجاريه في شهر رمضان ورقابة جودة السلع المعروضة تهدف لحماية صحة المواطنين من جهة وردع التجار المخالفين من جهة أخرى.